السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا ولاد بإذن الله هنكمل باقي الدرس بتاع الحملة الفرنسية على مصر. أنت الحصة اللي فاتت خدت تعريف الحملة وخدت تعريف الاحتلال وخدت الأسباب اللي جه نابليون علشانها مصر وخدت كمان تجهيز الحملة. طيب الحملة بقى النهاردة يا ولاد هتمشي إزاي من فرنسا وهتوصل إزاي لمصر؟ تعالوا نشوف. نابليون يا ولاد بدأ يجهز الجيش وينطلق وهيمشي بالسفن بتاعته من ميناء اسمه ميناء تولون. ده ميناء، كلمة ميناء المكان اللي بيبقى واقف فيه السفن، تمام؟ سنة كام؟ مايو 1798 ميلاديا. الميناء ده موجود جنوب فرنسا، يعني تحت فرنسا مش شمال، لا جنوب فرنسا. مش نابليون مش بالحملة بتاعته وصل لجزيرة اسمها جزيرة مالطا موجودة في البحر المتوسط، احتلها وقعد فيها شوية ومش بعد كده بالحملة بتاعته وصل لتاني حاجة مدينة اسمها أو جزيرة اسمها كريت. طيب أنت ممكن تسألني سؤال، ليه يا مستر نابليون ما مشيش من طولون إلى القاهرة أو إلى مصر على طول؟ ليه خد مالطا وكريت؟ عايز أفكرك إن إحنا خدنا حاجة في الدرس اللي فات اللي كان محتل أو اللي مسيطر على البحر المتوسط مين؟ إنجلترا. فإنجلترا لو عرفت أو شافت أو لاحظت إن فرنسا راحت على طول مصر كانت هتوقفها وإيه؟ وهتغرب نابليون والسفن. لكن نابليون طلع ذكي، استغل أو سيطر على مالطا وكريت. ليه؟ عشان يضحك على الأسطول الإنجليزي اللي مسيطر في البحر المتوسط. يعني إيه كلمة يضحك؟ يضلل، يخدع، تمام؟ يبقى هو خد مالطا وكريت يخدع بيهم مين؟ إنجلترا. لما وصل عند الكريت اللي حصل؟ نابليون راح على طول على مدينة الإسكندرية. طب هل مدينة الإسكندرية والأهالي اللي عايشين جواها هيسكتوا؟ لا، هيقفوا قدام نابليون ويصدوه. القائد بتاع الإسكندرية أو أهالي الإسكندرية كان واحد اسمه محمد قريب. محمد ايه؟ قريب. طب ما حدش يقول كريم، لا اسمه قريب. حاول يقف لنابليون هو واهالي الاسكندريه، لكن طبعا نابليون هيعمل فيه ايه؟ هيقتله. بدا نابليون عايز يخش اهم مدينه في مصر وهي مدينه ايه؟ القاهره. هل هيقدر يخش القاهره؟ ده اللي هنشوفه في الخريطه اللي جايه. ثواني. طيب اركب ولاد. هي ولاد الخريطة. هو هنا نابليون وصل لمدينة الايه؟ الاسكندرية. طيب انا عايز افكرك، مين اللي موجود في مصر؟ لو انت شاطر هتقول لي. واحد هيقول العثمانيين والغرب. مين اللي جابهم المسلمين الاول يحكموا مصر؟ جدع. مين؟ المماليك. يبقى المماليك هم اللي موجودين في مصر. عرفوا ان الحملة الفرنسية عايزة تخش مدينة القاهرة، فراحوا مدينة هنا في البحيرة اسمها شبراخيل. اسمها دي ايه؟ شبراخيل. هيحصل معركة هنا بين المماليك وبين نابليون. بين المماليك ضد مين؟ نابليون، تمام؟ اللي هيفوز فيها مين يا ولاد؟ اللي هيفوز فيها نابليون، واللي هيخسر فيها المماليك. المماليك لما هتخسر هتنزل تحت في مدينة اسمها امبابة، كلنا عارفينها وموجودة لغاية دلوقتي في الجيزة اسمها امبابة، تمام؟ المماليك هتنزل امبابة، طبعا نابليون مش هيسيبهم فهينزل ايه؟ وراهم، وهيحصل معركة تاني اسمها معركة امبابة، وبرضه هينهزم فيها المماليك وهيكسب فيها نابليون. طيب بعد المعركة دي المماليك هتنزل في صعيد مصر. هيهربوا، هيخافوا من نابليون فهيهربوا لجنوب مصر او صعيد مصر. طب كده نابليون هيخش مدينه ايه؟ جدع والقاهره. وبكده يا ولاد اصبحت مصر تابعه لمين؟ لفرنسا. على يد مين؟ على يد نابليون. يجي سؤال هنا مهم، اصبحت مصر تابعه للدوله الفرنسيه بعد معركة أو موقعة شبراخيل، الكلام ده صح ولا غلط؟ هو نابليون دخل القاهرة بعد معركة إيه؟ شبراخيل ولا إمبابة؟ إمبابة. يبقى الإجابة شبراخيل غلط، لا هو دخل وأصبح
بعد امبابة، بعد ايه؟ امبابة. يبقى كده يا اولاد خدنا خط سير الحملة مشي ازاي، خدنا مقاومة اهالي الاسكندرية على يد محمد قريه، خدنا هزيمة المماليك في معركتي شبراخيل وامبابة. ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف. نابليون قبل ما نخش على شبراخيل ونخش على القاهرة كان سايب واحد يحرس السفن بتاعته، يحرس السفن بتاعته في الاسكندرية في مكان اسمه أبيير البحرية، منطقة اسمها أبيير، منطقة اسمها ايه؟ أبيير البحرية أو أبيير على طول ايه؟ موجودة في الاسكندرية. ساب مين؟ ساب واحد مساعد بتاعه اسمه كليبر. طيب كليبر هو كان بيحرس السفن اللي موجودة في الاسكندرية. طب لما نابليون دخل القاهرة مين اللي هيعرف؟ مش الانجليز هيعرفه ان نابليون دخل القاهرة، فالانجليز هتستعد بالجيش عشان تروح مصر وعشان تطلع مين من مصر؟ من فرنسا، وهتقتل مين؟ نابليون. طيب مين اللي جهز الاسطول الانجليزي؟ واحد اسمه نيلسون، ده قائد الاسطول الانجليزي، وكليبر هو كان قائد الاسطول او السفن اللي موجوده في الاسكندريه بتاعت نابليون. هيحصل ما بينهم معركه اسمها معركه ابيير البحريه. حصلت فين؟ في ابيير. حصلت امتى يا مستر؟ تعال نشوف. اغسطس 1798، اغسطس 1798. ايه اللي هيحصل؟ نيلسون هيهاجم كليبر ويدمر السفن الفرنسيه كلها. ام كليبر يا اولاد بعت رساله لنابليون في القاهره بيقول له الحقني الحقني، ده نيلسون جه ودمر الاسطول بتاعي. يعني معنى كده ان كليبر انهزم في معركه ابيير ايه؟ ابيير البحريه. طب كده يا اولاد من نتائج المعركه دي مين اللي كسب؟ نيلسون ولا كليبر؟ لا كليبر، او سوري نيلسون. ومين اللي انهزم؟ كليبر. طيب كده اسال سؤال، كده فرنسا تعرف تخرج او الحمله الفرنسيه تعرف تخرج من البحر المتوسط؟ لا، يبقى انقطاع الصله بين الحمله الفرنسيه في مصر ودوله فرنسا اللي كانت موجوده فوق في الخريطه اللي فاتت، صح؟ طب كده نابليون هيجيب الفلوس عشان يديها للجنود منين؟ كده هيأكل الجيش بتاعه منين؟ هيلبسهم منين؟ هيجيب لهم ميه منين؟ مش كل ده هيجيبه من مصر طبعا. يبقى كده يا اولاد من نتائج المعركه استغل نابليون موارد مصر، استغل نابليون موارد مصر. الحصه الجايه يا اولاد هتعرف نابليون هيتعامل ازاي مع الشعب المصري وهيعمل معاهم ايه بعد ما انقطع الصله بين نابليون ودوله فرنسا بتاعته. والسلام عليكم ورحمة الله.